السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في كيتشن توكس. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البصاره. الطريقه اللي هعمل بيها دي تقدروا تقولوا كده نص مصر بتعملها بالطريقه دي، والنص التاني بيعملها بطريقه تانية، وفي طريقه مغربي ليها مختلفه تماما عن الاتنين المصريين دول. فانا هقول لكم على الطريقتين التانيين اللي هو غير دي احنا وبنشتغل، بس دي الطريقه المفضله ليا انا. البصاره من الاكلات اللي بحبها جدا جدا بالطريقه دي. فهقول لكم احنا شغالين على الطريقتين التانيين، بس عايزه اقول لكم الاول على المقادير. عندي الكميه دي من الفول المجروش اللي هو مقسوم نصين، ده بيتباع كده طبعا اكيد كلنا عارفينه. انا ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا غسلته مره واتنين وتلاته لحد لما الميه بتاعت الغسيل بتاعته بقت كلير خالص، زي الميه اللي ضفتها له قبل الغسيل زي بعد الغسيل، تمام. دي بصله متوسطه يعني صغيره كمان شويه، متقطعه مكعبات صغيره. دي معلقه كبيره من الملوخيه الناشفه، ممكن اخد اكتر من كده او اقل من كده حسب درجه اللون اللي انا عايزاه، يعني انا هضيف واحده واحده لحد لما نشوف اللون مع بعض يوصل ازاي. دي معلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم ناعم، دي اللي احنا كنا خزناها مع بعض. لازم تشوفوا الطريقه دي ممتازه جدا وهتسهل حياتكم وهتيسر لكم امور وهتحافظ على الثوم بتاعكم لو رايح يبوظ او كده. البهارات اللي هنحتاجها ملح حسب الرغبة وكمون وكزبرة ناشفة، بس مش اكتر من كده. اللي هعمله ايه؟ طبعا هحتاج مادة دهنية زيت. هعمله ايه؟ هقلب البهارات دي كده مع بعض شوية. هاخد كمية الفول اللي عندي في حلة ما فيهاش اي حاجة، تمام، وهاخد معاها البصلة، حلو الكلام، وهاخد معاها رشة من البهارات دي بس كده. هضيف لها ميه مغليه لحد لما اغطي الكميه بتاعه الفول بشويه، واحطها على نار تاخد غلو على طول طبعا لان الميه مغليه. وبعد كده يعني بصوا الميه، وبعد كده هوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. احلى حاجه في اي طبيخ ان هو يستوي على نار هاديه. بصوا الميه معديه الفول بشويه. برضو احنا هنتابعها، لو لقيناها شربت الميه بتاعتها دي ولسه ما استوتش ممكن نضيف كمان شويه صغيرين من الميه المغليه عادي جدا، مش هيحصل اي مشاكل. بس هو الفول ده بيستوي بسرعه فمش هيحتاج كميه ميه ان شاء الله اكتر من كده. هحطه على النار واقول لكم الطريقه بتاعه المغرب عامله ازاي. بصوا المغاربه كل اللي بيعملوه ان هم طبعا ما بيحطوش ملوخيه ناشفه، وبيحطوا نفس البهارات دي. التوم ما بيحطوش مفروم، ما بيحطوش بصل. يعني بصوا بيحطوا في الحله، انا حطيت ايه؟ انا حطيت الفول المجروش وحطيت معاه بصله مفرومه. هما بيحطوا مع الفول المجروش 3/4 فصوص توم صحيح، بس يستوي وبيضربوه بالهاند بلندر، وبعد كده بيضيفوا ليه البهارات دي وشطه وشكرا. بيبقى لونها لون الفول اللي هو قريب من لون العدس، يعني بيبقى لون فول من غير ما يبقى فيه نسبه اي خضار، يعني زي الطرق المصريه. اما بالنسبه للمصريين فبيعملوا نفس المقادير دي، يعني الطريقه الثانيه المصريه بيعملوا نفس المقادير دي بنفس التكنيك اللي هنعمله مع بعض، لكن بدل الملوخيه الناشفه بيحطوا بيحطوا اللي هم شبت وبقدونس وكزبره، الخضره الثلاث انواع الخضره دول بيحطوا كميات متساويه منهم لحد لما المجمل بتاع الثلاث كميات دول يوصلون اللون المطلوب. بيحطهم امتى؟ بيحطهم في الوقت ده مع الفول والبصل، وبرده بيطحنوا مع الفول بعد ما يستوي بالهاند بلندر، ويكملوا بقى الخطوات زي ما هنكملها مع بعض. دول كانوا الثلاث طرق المختلفه للبصاره، ودي طريقتي انا المفضلة. فهنكمل باقي الخطوات بعد ما الفول يستوي. اوكي، هستنى الفول يستوي وهرجع لكم تاني، انتظروني. شوفوا يا بنات، ده كان الفول بعد ما استوى، باقي فيه كمية من المية قليلة. ماشي، احنا هنظبط القوام بتاعه بعد ما نهرسه بالهاند بلندر او بهرسة يدوي او كده. هنديله بس نص هرسة، يعني بصوا مش بيبقى زي العدس مطحون ناعم، بيبقى فيه بعض قطع الفول الصغيرة. يعني هعمله بالهاند بلندر واوريه لكم تاني. شوفوا يا بنوتات، انا في المرحلة دي هرست، بصوا
في فين يعني مش كتير يعني. بص انت تبصوا على القوام كده تحسوا انه هو ناعم قوي، لكن اما تحركوه تلاقوا في بعض قطع الفول الصغيرة موجودة. يعني نقدر نقول كده هرسناه نص هرسة. اللي هعمله في المرحلة دي ان انا هبدأ اضيف الملوخية الجافة بتاعتي دي واقلب لحد لما اوصل للون اللي انا عايزاه. المغاربة بقى اما بيوصلوا للمرحلة دي خلاص بيضيفوا هنا الشطة والكمون والملح، يظبطوه ويقدموه على كده، ما بيضيفوش اي حاجة تانية، لا ملوخية ولا غيرها. حلو الكلام. لكن طبعا قلنا الطريقة التانية بيبقى فيها شبت وكزبرة وبقدونس من الاول، وبيتفرم زي ما فرمنا دلوقتي الفول، وبيعملوا الطشة وخلاص. اوكي جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا هتحبوها، حتى لو ما بتحبوش البصل ان شاء الله هتحبوها بالطريقة دي. بصوا اللون ده انا حاسه ان هو كده تمام، او ممكن ياخد رشة خفيفة تاني حسب درجة اللون اللي انتوا عايزينه. بس اخر حاجة دي هعمل ايه دلوقتي، هاخد معلقة كبيرة من الثوم المفروم بتاعتي دي، وفي معلقة كبيرة من الزيت، وباقي البهارات على النار. اهو بص اللون، انا بالنسبة لي اللون ده كده تمام. عايزين تزودوا او تقللوا عن كده اللون ده حاجة ترجع لكم. هعمل ايه، ستوصل فيها معلقة من الزيت، هاخد الثوم المفروم، وهاخد بقى البهارات اللي احنا كنا قلبناهم وقسمناهم مع بعض، اللي هي ايه، كمون، كزبرة ناشفة، وملح. هقلبهم على النار لحد لما اللون هيبقى ذهبي وارجع لكم تاني. الثوم اخد ثواني على النار وبقى لونه ذهبي بالشكل ده. اللي هعمله ان انا بسم الله هضيف الطشة بتاعتي دي، ريحتها تحفة للبصارة. ودي يا بنات كانت البصارة بتاعتنا بعد ما اخدت غلوتين كده مع الطشة بس على النار. عايز اقول لكم بس ان البصارة من الحاجات اللي لما بتسيبيها بعد ما تخلصي الطبيخ ليها، يعني بتسيبيها بتجمد، بتبقى زي المهلبية. ففي ناس بعد ما تخلص بتمسك الحلة بتاعتها وبتقسمها على اطباق وبتشيلها في التلاجة كده وبياكلوها باردة زي المهلبية، بالعيش عادي جدا بس باردة زي المهلبية. في ناس لا بتسخنها كل ما تيجي تستخدمها، كل ما تيجي تاكل منها، ولو لقيت القوام بتاعها اتقل من اللازم بتضيف لها شوية مية مغلية، ولو نقصت ملح تزود حبة ملح، يعني بتظبط التوابل من جديد وتبقى برضو تاكلها دافية. فالموضوع ده يرجع لكم تماما. بس عايزه اقول لك كمان حاجه صغيره خالص، انت البصله من الحاجات اللي ممكن تتشال مطبوخه في الفريزر وبتقعد فتره، وتطلعيها تفك وتسخنيها كويس وتغليها يعني وتاكليها، بتبقى زي ما تكون لسه طبخها دلوقتي حالا. انا عملت مثلا كميه، اخدت الطبق ده اكلت منه الباقي. طبعا انا مش من الناس اللي بتغدى منه مثلا، بتعشى منه زي ما شفتوا في الجداول اللي بنعملها مع بعض، فاقدر اشيل الباقي في كيس او في اتنين بعد ما يبرد كويس جدا في الفريزر، واطلعه يفك اغليه ناكله في اليوم اللي هيجي ميعاده بقى في الجدول، بعد اسبوع، بعد اتنين، بعد شهر، ما بيحصلهاش اي مشاكل. دي كمان حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان توفري وقتك، تطبخي طبخة كبيرة بالمرة وتقسميها وتشيليها، برضو من الحاجات اللي هتريحك وتوفر وقتك ومجهودك جدا. وده كان الفيديو والغدا بتاع النهاردة، وشكرا ليكم وسلام عليكم.